يشهد في هذه الأيام ملعب براقي الجديد انطلاق عملية تزيين الملعب داخليا وخارجيا باللوحات الترويجية الخاصة بكأس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إجراؤها في الجزائر بداية من منتصف جانفي من سنة 2023، حيث تكون هذه الملتقات عبارة عن ترويج للبطولة وكذلك شعار الكاف الخاص بها. قد هذه العملية في إطار التحضير النهائي للملعب وكذا جاهزيته التامة، خاصة وأن الملعب سيكون هو ملعب المباراة الافتتاحية وكذا اختتام البطولة. ولكن الشيء الإيجابي الذي حصل هو اليوم هو قيام المنتخب الوطني المحلي بتدريبات داخل أرضية الميدان، وهي أول حصة تدريبية يقوم بها اللاعبين داخل أرضية الملعب، هذا ما يعني الجاهزية التامة لأرضية الميدان. أما فيما يخص الواجهة الخارجية للملعب فتبدو رائعة ورائعة جدا، خاصة من ناحية الملحق الخاص بالتدريبات والذي أصبح جاهز من كل النواحي. هذه الأمور كلها تؤكد أن ملعب براقي أصبح جاهز لاحتضان مباريات المنتخب الوطني الجزائري في كأس إفريقيا للاعبين المحليين، خاصة وأن افتتاح الملعب سيكون بمباراة ودية ستكون غدا إن شاء الله أمام منتخب موريتانيا، وسيكون عبارة عن تجريب للملعب ومدى جاهزيته لاحتضان هذه البطولة من كافة النواحي. ولكن الشيء السلبي الوحيد في هذه المباراة هو أنها ستكون بأبواب مغلقة وبدون حضور الجماهير، هذا ما سيجعل الجمهور يفوت أول دخول لهذا الملعب. ما كنا نتمناه فقط هو أن يكون افتتاح ملعب براقي الجديد بمباراة عالمية وبحضور جماهيري وبأحدث تقنيات التصوير ليعطي نظرة أخرى لافتتاح هذا الملعب الرائع. هذا ما أردنا نقدمه لكم في هذا الفيديو. في الأخير إخواني، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس. إلى اللقاء.